وكله رجع من اول وجديد عشان احس اني بنادم. قديش وقت استعملت؟ قديش عندك اسئله؟ قديش وقت استعملت؟ كثير سنوات. يعني ما تعلمتش تمثيل؟ قد تعلمت، تعلمت في ريت زين. اكبر معهد الفنون المسرحيه. حلو كثير سهله. كملت تعليم للاخر؟ شو يعني خلصت كملت؟ لاخر سنه تعليم؟ طبعا كملت لاخر سنه. يعني وقفت تعاطى ببيت زين؟ مين خليني وقفت؟ كيف ممكن بمحل ثاني كانوا فوتوك على مستشفى المجانين؟ كيف ممكن؟ كيف صبطت حالك؟ من هون، من هون يا سيدي. شو بتفكريني فاير؟ كيف المعلمين ما عرفوش؟ لانه انا احسن ممثل ببث الحياه، احسن ممثل على خشبه المسرح. بس اللي تعاطى ببين علي من عينيه. لا عن جد شو عرفك؟ انا بعرف. انت بتعرفيش ولا اشي. انا بعرف منيح اللي بتعاطى ببين علي من عينيه بصيروا عينيه زي الازاز. لا بصيروا عينيه خطر. كيف ممكن انه ولا اشي لفت نظركم؟ ولا اشي لفت نظركم كل ما كنت انا اتعاطى اكثر، عينيه كانوا يلفوا اكثر. انا مش مصدقتك، المعلمين مش هبل. كيف ظبطت حالك؟ مش مصدقتك اللي بتعاطى ببين علي من عينيه. طيب منيح، ترى كل من تاني سنه مبسوطه؟ مبسوطة؟ ليش ممكن؟ قد ما لازم، أنت طلبت تشتغل معي. ميه يعني عم تعملي لي معروف إنك عم تخرجي لي المسرحية؟ مروان أنا ما بعملش معروف لحدا، هذا الإشي مهم إلي كمان، أنا لما بشتغل يعني بشتغل. كيف بلشت مع المخدرات الثقيلة؟ مثل ما كل واحد ببلش. لا هذا مجرد جواب، اشرح. خلص. خلص بكفي يعني، خلص فيك عني، خلص بكفي. شو هالحكي؟ أنا لسه مش رح أتركك، كيف بلشت مع المخدرات الثقيلة يا مروان؟ أنا خلصت اليوم. مروان وحياتك جمع عودتك، إحنا بقلب الموضوع، كيف بلشت مع المخدرات الثقيلة؟ أنت مش فاهمة إنه أنا مش رح أحكي ولا كلمة؟ أنا أعند منك، كيف بلشت مع المخدرات الثقيلة؟ بكفي بكفي خلص، عم بتوطي لي رأي، عم تحفري لي حفر، بكفي خلص. حلو، حلو، رح أفوت هاي. شو بفوتي؟ هذا العنف تبعك. يا ولد فوتي. فوتها المسرحية. كيف يعني؟ لأنه منيح مؤثر إشي مسرحي على الآخر. صح، بس هذا الإشي موجود عندنا من البداية. شو في عندنا؟ شايفين؟ يعني كان موجود عندنا هون، شايفين؟ إنه كنت لافت قبل إبري قبل كل مسرحية لدرجة إنه رحت مقتل المخرجي. بالضبط هذا الإشي أنا قصدت، أنا بدي العنف، طاقة العنف